فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندما كنت في الصين، عندما نذهب إلى صلاة الجمعة والمسجد صغير وبجانبه قبر وبجانبه ضريح أو قبر، ومع كثرة المصلين كنا نصلي بالحديقة الملاصقة للمسجد، فما حكم صلاتنا تلك لأن المسجد بجانبه ذلك القبر؟ لكن المسجد مبني على القبر لأجل القبر، لا يجوز هذا. أما إذا كان القبر مفصول عن المسجد، بينهم فاصل، بينهم طريق، بينهم فضاء، بينهم مفصول ما يتصل بالمسجد، فهذا المسجد نزيه، ما في شيء تصلون فيه، تصلون بما يتبعه من الساحات. نعم.